جينا من العمل ميدال، خرجت من الصباح من 7 الصباح وما وجينا بالبغاين وبات في تلمي، وجينا من البارح هنا وبات جينا من الموسم ديال الحديد دو. الحمد لله عامين هذه اللي ما سوقش. ايوا عامين هذه علاش ما جيتوش عامين هذه؟ ايوا قال لك المخزن كاين كورونا ومن هذا العام ما يجمع البشر. ايوا كاين الاسواق صغار، كان سوق بوميه، كان سوق شون فيه شوف تقداش. ايوا نقدا ونبيع البغايل ونشري وشي حوايج اخر وشي ولنا. ديروا الوليدات الماكله، دير لهم الطلبات، ندير الماكله، ندير الحوايج، ندير الوليدات. الحمد لله. جيتي بوحدك ولا جيتوا بزاف ديال الناس؟ لا جيت بزاف ديال الناس. شحال تقريبا؟ ايوا جينا عندنا في البلاد شي 20 ولا 30. كاين شي واحد تعرفوا تزوج هنا؟ انت تزوجتي من الموسم؟ لا لا. الوالدين ولا شي حاجه؟ لا لا لا، راه هذيك هاد البلاد اللي تايدير داك الشيء، وما حنا لهيه لا ما كنزوجش انا. الحمد لله في السوق عام هادي جينا نتقضي الوليدات، نشري ونبيع والحمد لله.